السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين والمشاهدات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير. نهار جديد وفيديو جديد، وغادي يفوت عليكم ان شاء الله كي العسل. ومرحبا بكم معنا، وغادي نجيبوا العسل ان شاء الله، وتابعوا معنا حتى الاخير الفيديو. مرحبا بكم معنا، وغادي نمشيو نجيبوا العسل على مول العسل. وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو، مرحبا بكم معنا وتابعوا معنا حتى الاخير الفيديو. نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ديروا ابوني يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ومرحبا بكم معنا، وكنتمنى يعجبكم، وكنتمنى تقبلوا علينا، وكنبغيو نشاركوا معكم اي حاجه درناها نشاركوها معكم. ومرحبا بكم معنا. انتم اخواتاتي، فين وصلنا عند صحاب العسل؟ هاد البوطه هادي راها العسل اللي راه فيها. هانتوما كيما تشوفوا راه غادي يبدي يعمرها لنا في القراعي، كيعمروها في هاد البوطه هادي. هانتوما كيما تشوفوا هذا الشهد اللي عندهم تما اللي كيقلعوا منه العسل. هانتوما كيما تشوفوا، وهذا الشيء اللي كيكون فيه النحل هو هذا، دوك الكاخات هادو. ودابا راهم غادي يجيو يعمروا لنا ان شاء الله العسل. هاد الصنادق هادو راه كلهم كيكون فيهم النحل. ها هو جا راه كيعمر لنا هذا، كيصفيو العسل في هاد البوطه هادي. هذا كيكبها تما باش تصفى، وهذاك اللي جالس غادي يعمر كيعمرها لنا في القراعي. واحد الخير ديال العسل تبارك الله. هانتوما كيما تشوفوا هذاك الشيء الكحل هو النحل، راه ميت في العسل، كيصفيوها. راه غادي يبدي الراجل كيبدي يعمرها لنا في القراعي. ها انتم هاد الكاخات كلهم راه ديال النحل، كيقلعوا منهم العسل. هذا عنده تما واحد الكراج كبير، ها هو بدا يعمر لنا العسل. ها انتم كيما تشوفوا هذيك البوطه فيها بحال السقايه، وكيعمر منها.
وعندهم العصا تبارك الله موجودة. والمهم تابعوا معنا حتى الاخير الفيديو، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم، وخليتكم على خير ان شاء الله، وتابعوا معنا حتى الاخير الفيديو.